السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. الله يكرمك، تفضل. حضرتك كنت عايز اسأل بحكم السفر للبلاد الغير العربي. بحكم السفر إلى إيه؟ للبلاد الغير عربية. البلاد غير العربية. بغرض العمل. إذا يعني حكم السفر إلى دول الكفر بغرض العمل. نعم. إذا كنت تأمن الفتنة على نفسك وكان العمل في نفسي حلالا وكنت تستطيع أن تقيم شعائر الله التي أمرت بها فلا بأس بذلك، لكن من جانب الموالاة للكفار ليس فيها شيء. الحديث الذي يحتج به بعض أهل العلم على المنع من السفر حديث ضعيف، وهو حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، حديث ضعيف الإسناد معلول. جزاك الله خير.